اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الخلاصه. المشاهد اللي حضراتكم شايفينها وهتشوفوها دلوقتي على الشاشه ما هياش سوريا ولا هي مصر ولا هي ليبيا ولا هي اي دوله عربيه اتعودنا خلال السنوات الماضيه انه يطلع فيها احداث او تنشا فيها بعض القلاقل، ولو انه احنا الحمد لله في مصر نتمتع بالامن والامان على مدار السنوات الماضيه. المشاهد اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي على الشاشة دي أمريكا، ده اللي بيحصل في أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية. الربيع العربي ما بقاش عربي، يقال إنه أصبح الربيع الأمريكي. إيه الحكاية وإيه اللي بيحصل في أمريكا وإيه سر المظاهرات وإيه سر الاضطرابات القائمة خلال الساعات القليلة الماضية دي؟ هحكي لحضراتكم. عندهم في أمريكا وتحديدا في ولاية تكساس قصة كده تتعلق بالمهاجرين. تكساس دي ولاية مهمة جدا في أمريكا وهقول لحضراتكم ليه، ليها علاقة بوضعها الاقتصادي. الولاية دي على الحدود مع المكسيك، تستقبل بشكل يومي مهاجرين جايين من المكسيك بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. تقوم الولاية من فترة تقرر أنها تعمل سياج شائك أو أسلاك شائكة وتمنع دخول المهاجرين، وبدأت تشدد في سياسة التعامل معهم بشكل كبير، وده بدأ يمكن من أول مجيء الرئيس السابق ترامب. الرئيس بايدن دلوقتي واخد نهج مختلف تماما، سياسة مختلفة تماما، بيقولك لازم نشيل السياج الشائك أو السور الشائك دوت وترجع الأمور تبقى سلسة ومرنة والدخول بشكل أسهل والتعامل يبقى إنساني أكتر مع المهاجرين القادمين من المكسيك إلى تكساس. حاكم ولاية تكساس رفض الكلام ده تماما، حتى بالرغم من أنه المحكمة العليا الأمريكية اللي هي السوبريم كورت أصدرت قرار بإزالة السياج الشائك، رفض الكلام ده وقال إحنا هنحمي الولاية. وبدأت تظهر بقى تصريحات كده عنيفة وشديدة من مسؤولين داخل ولاية تكساس. وأدي الصحف زي ما حضراتكم شايفين الواشنطن بوست بتقول، يعني شوفوا حتى المصطلح المستخدم في الواشنطن بوست مستخدمين مصطلح السيفل وور أو الحرب الأهلية، resistance on right، يعني بيقول لك إنه النهارده في مخاوف من اندلاع حرب أهلية. ليه؟ وإيه اللي فتح سيناريو الحرب الأهلية؟ وإيه القصة دي أصلاً؟ عشان ولاية تكساس قررت تعتمد على الحرس الوطني، والرئيس بايدن قال أنا هبعت القوات الفيدرالية، ما هو أمريكا هي دولة فيدرالية تتكون من عدد من الولايات، كل ولاية من دول بحسب الدستور الأمريكي ليها حرس وطني، يعني ليها قوات خاصة بيها زي الجيش كده أو القوات المسلحة، لكنها خاضعة للولاية نفسها وتاخد الأوامر بتاعتها من حكام الولاية. يقوم الرئيس بايدن يقول أنا هبعت إيه؟ هبعت الحرس الفيدرالي أو القوات الفيدرالية. طبعا ده ينذر بتعقيد شديد في المشهد، وكده احنا ممكن نكون قدام اشتباكات او نكون قدام تضارب شديد بين القوات الفيدرالية وبين الحرس الوطني. ولاية تكساس قالت انا مش ههد السور او يعني السياج الشائك ده تحت اي ظرف من الظروف، وبدأ سكان الولاية نفسهم او المواطنين في الولاية ينزلوا عشان يحموا او ينضموا للحرس الوطني في حالة لو قررت واشنطن والبيت الأبيض أنها تبعت القوات الفيدرالية اللي هي القوات المركزية. متخيلين الوضع قد إيه صعب؟ مش بس كده، بدأت تظهر تصريحات غير رسمية طبعا، لكنها تصريحات من شخصيات كبيرة داخل ولاية تكساس بتقول إحنا ممكن ننفصل، علينا من ده بإيه؟ بلاها خالص القواعد الفيدرالية دي وبلاها تحكمات الرئيس بايدن، وإحنا ممكن ننفصل بالكامل ونبقى ولاية خاصة بينا. طبعا ولاية تكساس زي ما بقول لكم هي ولاية مهمة جدا للأسباب التالية. أولا ولاية تكساس بتنتج لوحدها يعني ما يقترب كده شوية من نص إنتاج النفط في الولايات المتحدة الأمريكية كلها. نص إنتاج النفط بيطلع من أو البترول بيطلع من ولاية تكساس. مش بس كده، السبب التاني كمان اللي بيخليها ولاية مهمة جدا إنه 9% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية هو جاي أصلا من ولاية تكساس. لذلك بدأ بعض الناس لما تتكلم عن احتمالية الانفصال، وإن كانت يعني ما زالت بعيدة طبعا، لكن الناس لما بتقول لك انفصال بتقول أنه تكساس دي ممكن تبقى تامن اقتصاد على مستوى العالم، وأنه هي في حد ذاتها ممكن تبقى دولة ليها
يعني محدداتها الاقتصادية.